يواصل معرض الكتاب في أسبوعه الثاني استقبال محبي الثقافة والقراءة من جميع أنحاء الجمهورية. شارك اليوم في عدد من الندوات شباب مبادرة أهل مصر التي تحظى هذا الأسبوع بعدد كبير من الورش التثقيفية والتدريبية برعاية وزارة الثقافة. أسبوع ثقافي تعليمي ترفيهي يجمع شباب أهل مصر في واحد من أهم المجامع الثقافية الدولية، معرض الكتاب في نسخته 55، حيث تكمن الكنوز المعرفية والأفكار اليدوية الحرفية. مشروع أهل مصر ده مشروع ثقافي تابع لوزارة الثقافة، بيهدف إلى دمج أبناء المناطق الحدودية مع أبناء القاهرة والمحافظات الأخرى، بيجوا على شكل أفواج يزوروا معرض الكتاب ويقضوا فيه يوم ثقافي، يحضروا الندوات ويتفرجوا على الكتب المعروضة ويختاروا منها المناسب ليهم. برنامج رئاسي تحت دعم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وبتوجيهات من معالي وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني. ده من أهم مشاريع وزارة الثقافة، هو عبارة عن إن احنا بندمج ست المحافظات الحدودية اللي هي شمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر وأسوان والوادي الجديد ومطروح. بنجيب الشباب، سواء هو عندنا من شباب وفتيات، الشباب والفتيات والأطفال بيبقى فيهم عمليه دمج بالثلاثة مع مجموعة من الشباب من القاهرة، بيقعدوا مع بعض لمدة 8 أيام في تعايش تام، بيعرفوا ثقافات بعض، بيتعلموا هنا، بيشوفوا مزارات القاهرة، مزارات بلادهم. أنا شفت المعرض قبل ما أجي وبحثت عنه على السوشيال ميديا. شفت المعرض ان هو حاجه من انجازات وزاره الثقافه اصلا. جيت بعدين انا بشترك مع وزاره الثقافه من 2019، فمستفيد منها بطريقه كبيره جدا. شفت حاجات كتير مختلفه ما شفتهاش مثلا في المحافظه عندنا. شفت اتعرفت على ناس كتير برضو من الجروب اللي معانا. اخدت يعني في انا ورشتي في المعرض في المسرح هناك اسمها رسوم متحركه، اتعلمت منها حاجات كتير. اتعلمت ان انا اشكل على الصلصال، اتعلمت ان انا اعمل اللبس للاشكال، احرك الرسومات المتحركه ديت، اتعلمت حاجات كتير قوي يعني. اجنحه المعرض هنا تضم ايضا مساحات خاصه لمشغولات يدويه صنعت بايادي مصريه، اجنحه تشد الناظرين بالوان وزخارف ومنسوجات واعمال خشبيه ومفروشات ارضيه. في اقبال جميل زي ما حضرتك شايف، طبعا هو عشان هو مميز بس الشغل الهاند ميد، فهو داخل يجيب الكتب وهو طالع، او العكس بيخش يشوف الاثنين مع بعض. جيت معرض الكتاب طبعا في اقبال كبير جدا من الجمهور، تمام، فده بيبقى اعلان ليا ولشغلي، تمام، فيعني بيبقى في اقبال حلو، ما يعني بنشتغل فيه كويس. طبعا مفيد بالنسبه لي ومفيد بكل الناس اللي موجوده هنا، انها بتسوق شغلها من خلال المعارض هنا. ومعرض الكتاب شايف ان في ناس كتيره جدا ودي حاجه ايجابيه. جيت مع ماما وبابا هنا المعرض عشان أسأل على القصص وأجيب كراريس تلوين وروايات. وكل هذه النشاطات لا تغني رواد المعرض عن هدفهم الرئيسي من بحث وغوص في كتب كافة علوم المعرفة من بين دور النشر العربية والأجنبية والمصرية. نعم، يفتح أبوابه من 10 صباحا وحتى 9 مساء، لكنه أيضا يفتح لرواده أبوابا معرفية خيالية غير محدودة بوقت أو مكان من خلال 1024 دار نشر وناشر. كريم بيبرس، التلفزيون المصري.